الحاله البدنيه بتاعتهم الفنيه لسه بتبقى في بدايه خطواتها. ان شاء الله الماتشات كل ماتش ما بيتلعب في الموسم كل ما اللعيبه الناحيه البدنيه والفنيه بتعلى المستوى البدني بيعلى، لكن انا شايف ان في حماس وحتى حماس الجمهور كابتن. الصوره الاولى يعني حلو، مدي انطباع ودفع للعيبه اللي هو بينزل اكثر الموسم بدأ، وأهم حاجة إن دي في صالح اللعيبة الدوليين واللعيبة والاختيارات إن شاء الله.